ألف مبروك يا حبيبي يا فواز يا العظيم يا الحبيب يا السند، شرفت المنصب يا أخوي وفرحتني وفرحت أهل الكويت كلهم وفرحت أمك الحبيبة، وإن شاء الله بإذن الله سعادة أمجاد الكرة الكويتية. هذا مو أمر مستحيل مع أمثالك يا فواز، فأنت إنسان محنك وإنسان خبير في الرياضة، فبإذن الله ستعود هذيك الأيام إن شاء الله جميلة، ورح يرتفع علم الكويت بإذن الله من جديد كعادته في المحافل الدولية. طبعا ما عندي كلام وايد بدي أقول لك يا فواز، لكن أهم شيء إني بس أبارك لك، فرحتنا اليوم من الصبح، إحنا فرحتنا مو شايلتنا عشانك، وطبعا ما أنسى أبارك للأعضاء اللي تم اختيارهم معاك، فبإذن الله يكونون سند عون لك في نهضة الرياضة، وما ذاك الشبل إلا من ذاك الأسد، وأنت إن شاء الله امتداد لمسيرة والدي الله يغفر له ويرحمه رحمة الله عليه. والله يوفقك إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله الله يوفقك إن شاء الله في هالمسيرة الطيبة، الله يسلمك ويوفقك إن شاء الله لخدمة هذه الأرض الطيبة حبيبي فواز. مشكورة ما قصرتي مبارك. حبيبي الله يوفقك حبيبي. الله يسلمك. الله يخليك. مبارك مشكورة وما قصرتي، بارك الله فيك وشكرا، وسعدنا جدا بهذه المداخلة، وعسى الله يكون بعونه إن شاء الله على حمل هذه المهمة، وهذه المهمة الأمانة مطالبة يعني من السابق من الشباب الكويتي، يعني يفخر بهذه الشخصية، وإن شاء الله ستجد كل التعاون. أعتقد أن ودنا نفتح الاتصال حتى تسمع ردة فعل الجمهور والشارع الرياضي والجمهور الكويتي، تسمع البس يا مثقل على ابو عبد العزيز، ان شاء الله قدها وقدود، ان شاء الله قدها وقدود ان شاء الله بسلامته وسلامه زملائه سيد الرجال. الله يعزك. حاب تقول شيء استاذ خوله بالختام؟ ادعي له بطولة العمر وظل ان شاء الله السند والعضيد العمر كله ان شاء الله، ان شاء الله الله يحفظه ان شاء الله. الله يسلمك، بارك الله فيك استاذ خوله، شكرا جزيلا. الواحد الاحد الله يعزك ابو.